خلعت الحجاب وكشفت شعرها، اعترفت إنها غلط، ورغم كده غلطت جمهورها. ده جزء بسيط خالص من اللي بيحصل مع البلوجر الشهيرة نيرة كمال نجمة التيك توك. إيه بالظبط اللي بيحصل مع نيرة كمال؟ وليه البلوجر الشهيرة انتقدت جمهورها على عملة هي اللي عملتها؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. نيرة كمال ومفيش غيرها اللي الكلام عليها دلوقتي على تيك توك. نيرة كمال في مفاجأة غير سارة لجمهورها خلعت الحجاب وكشفت عن شعرها قدامهم. هو شعرها حلو وكل حاجة، بس جمهورها ما كانش عايز منها كده. نيرة كمال مرة واحدة طلعت في فيديو كشفت فيه إنها خلعت الحجاب، وعلى كلام جمهورها هو السبب في القرار ده، هم اللي خلوها بدون قصد تعمل كده، ولولا هم ما كانتش أبداً هتعمل كده. هي شايفة وعارفة إن اللي عملته ده غلط وغلط كبير كمان، بس هو بقى خلاص مش بمزاجها. نيرة في الفيديو بتاعها قالت إن جمهورها طول الفترة اللي فاتت وهو مصمم يعلق على حجابها والطرحة اللي كانت بتلبسها، فيه اللي كان بينتقدها وبيقول إنها بتصمم تطلع جزء من شعرها بره الحجاب وقتها، وفيه اللي كان بيزود بالكلام ويرمي عليها ويقول لها الطرحة فين يا فنانة، وأقاويل من هذا القبيل هم اللي بدأوا يركزوا معاها في تفاصيل شعرها. يعني نيرة كمال بتقول دلوقتي إنها خلعت الحجاب لأنها ما بقتش قادرة على الكلام اللي بيتقال عليها من جمهورها المقرب، اللي المفترض إنهم أقرب ناس ليها بعد خطيبها يوسف وأهلها. أسرتها وخطيبها يوسف هم الداعمين ليها في كل خطواتها دلوقتي، لولا دول ما كانتش هتقدر تكمل أصلاً. نيرة رجعت تاني وقالت إن قرار خلع الحجاب وإظهار شعرها ده هو قرارها لوحدها، هي لوحدها اللي هتتحاسب عليه، وهي مش قدوة لحد رغم إنها كانت بتحاول تكون كويسة في كل فيديوهاتها وحياتها علشان أصحابها والفانز بتوعها يتعلموا منها. نيرة كمال حكت إنها لما طلعت تتكلم عن الحجاب وإنه خلعته، فهي ما كانتش واثقة إنها تنشر الفيديو ده بتاع الحجاب ولا لأ، هي كانت مترددة لحد آخر لحظة مش عارفة تعمل إيه ومتوترة على الآخر خالص. دلوقتي جمهور نيرة اللي بيحبوها على التيك توك بيسألوا فين خطيبها يوسف من كل اللي بيحصل ده، فيه اللي قال إن نيرة بقالها فترة أصلاً حياتها متوترة كده، مش من النهاردة ولا من يومين حتى، ده من فترة وكبيرة كمان. الدليل على كده اللي عمله قبل كده يوسف مع نيرة كمال. يوسف لما شاف نيرة بقالها فترة حالتها ونفسيتها مش أحسن حاجة، قام رايح وأخدها مخرجها خروجة. الدليل على كده اللي عمله قبل كده يوسف مع نيرة كمال. يوسف لما شاف نيرة بقالها فترة حالتها ونفسيتها مش أحسن حاجة، قام رايح واخدها مخرجها خروجة من اللي بتفضل معلقة في الذاكرة. أخدها في ليلة عيد ميلادها وطلعوا هما الاتنين على مكان عالي ووراهم البحر وقدامهم التورتة والشموع، عمل لها جو رومانسي زي ما بيقول الكتاب، بحر وشموع وورد وتورتة من اللي مفيش زيهم. نيرة وقتها لما شافت المفاجأة دي ما قدرتش تمسك نفسها وعيونها كانت كلها دموع، طبعا دموع الفرحة من اللي عمل يوسف، يوسف اللي قالت عليه العوض وكل حاجة في حياته، اللي جالها عوض فعلا وعوضها عن أوقات كتيرة صعبة في حياتها. في النهاية انتم ايه رأيكم في اللي عملته نيرة كمال؟ وهل معاها حق؟ Thank you.